الحارس. التي اليسرى فرصة هدف، محاولة الهدف الأول، فعلا الهدف الأول. الكناري يغرد بأول الأهداف، الكناري يغرد بأول الأهداف، يفتتح مجال التسجيل في وقت الحديث عن العقم الهجومي، في وقت تتقدم. سنشاهد بالعرض البطيء مرة أخرى، الكرة هنا والتمريرة ممتازة بالنسبة أو الأسيست من معمري، فعلا كسيلة بيسراه، الكرة تزور شباك عثمان طوال. إنه الهدف الأول في المباراة، 1-0 لشبيبة القبائل أمام مولودية طهران، مقابل 0 الثاني عن طريق بركان. الكناري يحلق بالجناحين بالهدفين في هذه المباراة. شوف هنا أمام ارتباك في دفاع فريق مولودية طهران، مر بدقيقتين شبيبة القبائل عن طريق بركان تسجل الهدف الثاني. يا له من سيناريو ويا لها من دقائق في هذه المرحلة الثانية. من هناك بركان يسجل الثاني في شباك أهل الدار، ويسعد الأنصار بثاني الأهداف في هذه المباراة. بركان هنا بيسراه، كرة تضرب في المدافع وتروح في شباك الحارس عثمان طوال. 2-0 بها الجدد، وهنا كرة ومحاولة وفرصة للمولودية الوهرانية وتقليص النتيجة. هدف أول لفريق مولودية. اللحظات الأخيرة من هذه المباراة، ركلة جزاء لفريق شبيبة القبائل والهدف الثالث، ثالث اللحظات الأخيرة من هذه المباراة، ركلة جزاء لفريق شبيبة القبائل والهدف الثالث، ثالث اللحظات.